وللتعقيب معنا على الهاتف الدكتور أحمد صبري، مسؤول التقني بمنظمة الصحة العالمية للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط. دكتور أحمد، بعد التحية، كيف ترى تقييم منظمة الصحة العالمية للنموذج المصري الذي قدمته في القضاء على فيروس سي؟ مساء الخير، وأحب أتقدم بالتهنئة لمصر طبعا، ونبارك مصر. النهارده يوم 9 اكتوبر، مصر بتصبح اول بلد على مستوى العالم ان هي تبلغ المستوى الذهبي للقضاء على التهاب الكبد سي، وده طبعا وفقا لمعايير منظمه الصحه العالميه اللي المنظمه اشتغلت فيها مع الحكومه المصريه على الاشهر والسنين اللي فاتت. النهارده بصراحه مصر بتحقق انجاز كبير ما فيش اي دوله في العالم قدرت تعمله. المستوى الذهبي معنى ان هو مصر بتحقق اعلى المؤشرات بالنسبه للتحكم والسيطره على المرض. الحمله اللي مصر عملتها في 2014 و2016 وحمله 100 مليون صحه كاكبر بابليك هيلث على مستوى العالم، يعني خدمت فيروس سي بشكل كبير في مصر. ونجحت الحمله طبعا ان هي تعمل فحص لاكثر من 60 مليون شخص في مصر، وان تقدم العلاج المجاني لاكثر من 4 مليون شخص، وده انجاز لو جمعنا دول كثيره في العالم مع بعض ما بتوصلش للرقم ان هم يعالجوا 4 مليون شخص. بس حابب اعقب بس على الانترو اللي انتم عملتوه. نعم. واقول ان يعني انتشار المرض فيروس سي كان طبعا زي انتم ما اشرتوا في التقرير بسبب الممارسات الصحيه الخاطئه والحقن غير الامن اللي حصل اثناء الحملات بتاعت البلهارسيا في السنين اللي فاتت، وده ادى ان نسبه كبيره من المصريين كانوا بيعانوا من المرض، والمرض للاسف بيتفاقم بيسبب انواع من السرطانات زي سرطان الكبد، وده كان بيأثر في حياه مصريين كتير. الجهود اللي اتحطت من الدوله المصريه مره ثانيه هي جهود غير مسبوقه، وادت الى تحسين مستوى الخدمه بشكل كبير، والسكيل او المجهود اللي اتعمل في حمله 100 مليون صحه، وده طبعا كان تحت التزام سياسي واداري كبير من الدوله، ده بيدي برضه مثال يحتذى به في التخطيط والتنفيذ. عدد المراكز اللي تم وضعها على الارض للفحص، وعدد المراكز اللي اتحطت للعلاج عشان الناس اللي هم عندهم فيروس سي يوصلوا لاقرب مكان للعلاج بسهوله، ده برضه يعني لازم ان احنا نشيد بيه في التخطيط والتنفيذ على اعلى مستوى. نعم دكتور احمد، يعني خطه وضعتها مصر للقضاء على فيروس سي ونجحت بها باشاده عالميه، اذا ما الذي تنتظره مصر في الفترات القادمه من مبادرات لتحقيق هذا النجاح على غرار النجاح في القضاء على فيروس سي؟ طبعا حمله 100 مليون صحه هي اثبتت للمصريين واثبتت للحكومه ان احنا قادرين نعمل حاجه كحكومه مصريه، وقادرين برضو نخدم برامج ثانيه. يعني الحكومه المصريه يعني ماشيه دلوقتي في نظام المبادرات بتاعت الصحه العامه بشكل كويس جدا، بدات ب 100 مليون صحه، وحاليا في مبادره شغاله 100 يوم صحه. المبادرات دي بتعكس بصراحه خدمات كويسه وبتقدم خدمات كويسه جدا للشعب المصري، وانا بصراحه اشجع يعني الناس كثيره على مستوى الطبقات من الشعب المصري ان هم يستفيدوا من الخدمات دي. بس حابب بس اقول ان مثلا 100 مليون صحه نجحت فعلا ان هي تنقل مصر من أكبر بلد في العالم كان عنده معدل انتشار لفيروس سي كان أكثر من 7%. صحيح. النهارده إحنا بنتكلم معدل الانتشار نزل لمستوى أقل من 0.3، يعني حاجة لا تذكر. الخطوة الجاية لمصر إن هي تفضل مكملة على نفس النهج، طبعًا عشان أسيطر على فيروس سي العلاج والفحص بس ما كانش هو الكافي، كان لازم أشتغل على مأمونية الدم وابتدي اشتغل على مأمونية الحقن السليم. فمصر اتخذت يعني اجراءات وسياسات كويسه جدا في الارياز دي في خلال ال10 وال20 سنه اللي فاتوا، فبعد ما حققت الانجاز هفضل مكمل ان انا بنفس السياسات وبنفس النهج احافظ على مأمونية الدم، احافظ على الممارسات الجيده للحق، اكمل تشخيص وعلاج لو في اي حد محتاج خدمات التشخيص والعلاج، وده اللي الحكومه المصريه احنا بنتكلم مع المسؤولين في البرنامج الوطني حاليا ان احنا ازاي هنكمل بنفس المجهودات اللي اتحطت في السنين اللي جايه. نعم دكتور احمد صبري، المسؤول التقني بمنظمه الصحه العالميه للمكتب الاقليمي لشرق المتوسط، جزيل الشكر لك.